حركه يلا شوفي الاجواء مالها نمر بمناخ نمر بعزمه نمر بهواي حالات بوطننا وشعبنا بس واحد لازم يرفع عن نفسه ويرفع عن عائلته فلا من يظل نفس المستنقع اللي هو كله حزن وكله آلام وأزمات ما يصير لازم واحد يرفه شوية شوية والحمد لله والشكر. يلا يوسف بغداد هسه اغلبيتها انه موجوده شركات سياحه انه نجي بيها فصار زخم هاي السنه يعني كلش حاد بسبب الظروف المناخيه اللي ممتازه هنا يعني والاجواء الرائعه يعني اللي ما اقدر اوصف لك اياها يعني فشي كلش حلو وكلش ممتع وتونسنا يعني اليوم فشي يعني رائع رائع فوق الرائع